استاذ جورج خوري وكيل مارون الصقر. يعطيك العافيه استاذ جورج. يعطيك العافيه مدام جوزيفين. ومساء الخير لسعاده معالي الوزير. مساء النور استاذ جورج. اهلا وسهلا فيك. استاذ جورج يعني كنا بعدك يمكن شفته هلا لمارون الصقر. صحيح من وقت كثير قليل. انا طلعت شفته بالمديريه المخابرات وكان كثير منيح هو عم يعامل بطريقه كثير منيحه والتحقيق اللي عم يجري بمديريه المخابرات عم بيصير بطريقه كثير دقيقه وكثير علميه. نعم طب بس شو تعليقك؟ اكد لك شغله. نعم شو تعليقك على الروايه اليوم يلي نشرت في صحيفه الاخبار بانه قصه السفيره الامريكيه؟ نعم هذه الخبريه انا بنفيها نفيا قاطعا، هي الخبريه ما لها اساس وما لها اي وجود والتحقيق ان شاء الله بيتاكد منها ورح تطلع تبين كل الحقائق قريبا. هي الخبريه ما لها اساس ابدا، احد الموقوفين بالملف ادلى بهذه الروايه وصلنا وكان موجود يعني مع ابراهيم صار والسفيره الامريكيه توصلت له هي الروايه، هي الخبريه ما في لها اساس ولا إلا اي 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 يعني وهذا عم يرتكب بجرم مش فبركة اخبار، هذا اختلاق جرائم والافتراء وهيدي جرم عقوبته جنائيه ونحن بس نقدر نستحصل على افادته اللي تقابل فيها بهالموضوع ستتم ملاحقته بالطرق القانونيه اللازمه. نعم. خبريه ما لها اي اساس وبرجع اقول لك اكثر يعني ما حدا اقتنع فيها لانه خبريه ما بعرف من كيف طلعت براسه. فالخبريه انا بنفيها وما لها اي اساس وما لها اي وجود اساسا ابدا. طيب فينا نسالك شوي اما بالنسبه لمارون الصقر خلينا مارون الصقر كمان نفى اي علاقه له بهذه المواد. مارون الصقر تاجر اسمده كيماويه معروف من عشرات السنين بيستورد مادتين هن سلفات الامونيوم واليوريا تستعمل بالزراعه والموقوفين هن من زبائنه بيشتروا منه بكميات كبيره وما في اي وجود عنده لهذه المواد. الشيء اللي بيريح انه التحقيق بمديريه المخابرات عم بيصير بطريقه كثير علميه. نعم. رح يتم فحص حتى المواد اللي انضبطت عند عبد الله الصلح رح يرجع يتم اخذ عينيه منهم والكشف عليها بمختبرات موثوقه للتاكد اذا كانت حتى نسبه الازوت فيها بتتخطى ال 34 ولا لا. يعني عم تقول انه فينا نحن بقي الموضوع كله سوا على عطف جرمي الموقوفين عم بيقولوا انه اشتريوهم من مارون صقر بدون اي دليل اخر، يعني ما في ولا دليل لا تم ضبط كميات من هذه المواد عن مارون الصقر ولا تم في كاميرا فيديو بتثبت انه متخذين من عند مارون الصقر، ما في اي دليل، فينا بعدنا على عطف جرمي من موقوفين بحق موقوف اخر. يعني عم تقول حضرتك انه هذه المواد عم تنفي حضرتك انه تكون هذه المواد اللي تم ضبطها طالعه من عند مارون الصقر هيك؟ عم بنفي نفيا قاطعا انه هيدي مش طالع من عند مارون الصقر لانه هو ما عنده هذه الماده، هو عنده اسمده زراعيه ولكن مش نترات امونيوم. طيب ما الهدف من التبلي عليه يعني بين مزدوجين؟ هم لانهم بيتعاملوا معه تجاريا من زمان، في فواتير بيناتهم، كانت هين يقولوا انه جيبوها من عند مارون الصقر لانه قد يكون ما بدهم يقولوا من وين استحصلوا على هذه المواد. اقرب شيء او اهين شيء لهم يقولوا من عند مارون صقر بسبب العلاقه التجاريه الممتده لعشرات السنوات بيناتهم، في فواتير وفي مبالغ ماليه كبيره مدفوعه منهم لمارون حق البضاعه كانوا ياخذوها منهم. ما عندي ما بعرف ليش عم يقولوا من عند مارون صقر ولكن مارون بعده على افادته اللي كان اعطاها سبق واعطاها بشعبه المعلومات امام هلا كمان الافاده قدام مديريه المخابرات بعده عم ينفي انه هذه المواد اتخذت من عنده. نعم. التحقيق بمديريه المخابرات عم بيصير بطريقه كثير دقيقه وكثير علميه باشراف فوض الحكومه الرئيس فادي عيي واللي نحن بنوثق بمديريه المخابرات وبالرئيس فادي عيي تيبين الحقيقه للبنانيين. نعم. كل الكلام عم يطلع بالاعلام هو غير صحيح وغير دقيق خاصه قصه ابراهيم الصقر والسفاره الامريكيه،
يعني مسرحية خبرية. طيب. شيء مضحك فعلا. نعم بس سؤال على أي أساس؟ طيب سؤال سريع يعني بدي جواب سريع لو سمحت، جواب سريع لأنه خلص وقتنا. أعطى بأدلى هذه الخبرية يعني اجتماع بين السفيرة الأمريكية وإبراهيم الصقر، كيف عرف فيه هو؟ نعم يعني طيب لو سمحت وصلت هيدي الفكرة. نعم. بس سؤال سريع وجواب سريع لأنه خلص وقتنا، هي انتهت مدة التوقيف صحيح؟ يعني مفترض أنه يطلع يا يوقفوه يا هلأ يطلعوه، ما هيك؟ مروان الصقر حتى الساعة ليس موقوفا، هو محتجز رهن التحقيق بإشارة من القضاء المختص، والمفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية هو بيقرر شو بده يعمل بهذا الخصوص. طيب بعد سؤال، بعرف انك وكيل مارون الصقر، بس وين ابراهيم الصقر؟ ما بعرف، ما بقدر اعرف. شكرا لك. يعني لو اهلا فيك. شكرا لك استاذ جورج خوري على هذه المداخله.